انا بحب بس اوجه التحيه للبرنامج الجميل اللي انا بحبه جدا وتعلمت منه حاجات كتير جدا. ربنا يخليك يا جانيت، احنا بنبقى سعداء لما بنلاقي تأثير ايجابي عند الناس، ودي رسالتنا. اشكرك. ربنا يعوضك يا دكتور. كان عندي سؤال يا دكتور. اتفضلي. انا عندي ولد عنده 9 سنين وبنت عندها 12 سنه. انا الحقيقه انا جايبه لهم موبايلات زراير عاديه، برافو عليك. وبخليهم يقعدوا على مثلا على التابلت بتاعي او اللاب بتاع باباهم كويس، زي ما هم عايزين، بس هم بقى مصممين ان انا اجيب لهم موبايلات تاتش، وانا الحقيقه رافضه الموضوع ده. ومحسسني بقى كل شويه بالحرمان، يا ماما اشمعنى اصحابنا، يا ماما كل اصحابنا عندهم موبايلات تاتش، اشمعنى احنا؟ فانا مش عارفه اجيب لهم فعلا موبايلات تاتش ولا استمر في الموبايلات العاديه اللي انا جايبها لهم. طيب انا هرد عليكي حالا يا جانيت، بس انا عايز اقول لك على حاجه، يعني احنا في فرق كبير قوي بين حاجتين مهمين جدا. اشكرك، انا هرد عليكي. في فرق كبير قوي بين ان انا ادي لابني احتياجاته وادي لابني رغباته. في فرق كبير قوي. احتياجاته ان هو عايز ياكل، فمفروض ان انا ادي له الفيتامينز اللي هي مفروض تغذيه والاكل الصحي اللي هو مفروض يغذيه. ولكن رغباته هو عايز عصاير من بره، عايز شيبسيات، عايز اكل حلويات، دي رغبات. لو انا بدات اني انا اشتغل، حتى انا كبني ادم كبير، لو انا بدات اشتغل على الرغبات، اني انا البي رغباتي، رغباتي مش هتخلص وهخش في سكه مش هعرف ارجع منها. ولكن احنا دايما بندي لاولادنا احتياجاتهم. فهقعد مع ابني وهقعد مع بنتي ببساطه جدا، انت محتاج التليفون في ايه؟ محتاج تلعب، محتاج تخش تعمل ايه، انت عندك كل الادوات اللي انت محتاجها. فكل ما انا قدرت اني انا اطول الفتره بتاعه ان هم يمسكوا موبايلات تاتش او فيها اندرويد او الموبايلات اللي هي اللي بتسمح لهم ان هم يتواصلوا مع وسائل التواصل او مع النت، كل ما ده كان افضل. فكل ما انت قدرتي تبعدي الفتره دي كل ما ده كان احسن.